السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة يا ربي. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون الموضوع ديالو مختلف على الفيديوهات اللي قبل. اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي على اليوتيوب أو التجربة ديالي في اليوتيوب. علاش قررت اليوم عاد قررت أنني نبارطاجي معكم هاد ليكسبيريونس هادي؟ حيتاش البارح في الليل وصلني واحد جيميل من جوجل ادسنس. صراحه ما كنتش متوقع انه غادي يوصلني. وصلني بانهم صيفطوا لي اول سالار ليا من اليوتيوب. واليوم شفت في وصلني ميساج كذلك من لابليكاسيون ديالي نتاع لا بنك في التليفون بانه دخل لي اليوم واحد دخلت لي واحد لا سوم دارجون هاد النهار. وداكشي علاش قلت نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي، حيت بزاف اللي كنعرف انهم باغيين يبداو الفكره ديال اليوتيوب ولا عندهم الفكره ديال شي محتوى باغيين يديروه ولكن ما زعمينش، وكاين بزاف اللي متردد وكيقول ما عرفتش واش بصح هاد القضيه ديال الخلاص كاينه ولا ما كايناش، واش غادي يصيفطوا لي ولا ما يصيفطوا لي، شنو خاصني ندير شنو ما نديرش. داكشي علاش اليوم قررت انني نبارطاجي معكم التجربه ديالي ونقول لكم بالضبط شحال وصلني ديال الفلوس بالضبط وشحال ديال الوقت وانا زعما فاتحه القناه وشنو لي زيتاب اللي دزت منهم. اول حاجه بدا انا نورمالمون يعني هاد الفلوس كان خاصها توصلني هادي شحال، ولكن ما وصلتنيش حيتاش انا في الاول ديجا كان عندي مشكل في الادسنس. درت لادريس الاولى ما وصلنيش لو كود ادسنس، وعاد رجعت عاوتاني نعاود لا بروسيدور ا زيرو، درت لادريس الثانيه باش عاد باش وصلني يعني باش توصلني لو كود ادسنس. هذه بعدا اول نصيحه غادي نعطيها لكم الناس اللي باغيين يكرييو اون شان ولا ديجا عندهم اون شان وباغيين زعما غادي يديروا لادريس في جوجل ادسنس وداكشي، ديروا بحال مثلا شوفوا شي حد في لافامي ديالكم اللي تكون عنده اون بواط بوستال. فمثلا انا منين درت لادريس ديال الكابينه ديالي مالوغوزمون ما وصلنيش لو كود، وعندي راجل خالتي عنده لا بواط بوستال ديالو. في الاخر فاش يعني فاش ما وصلتنيش سنيت بزاف ديال الوقت ما وصلتنيش، كيقولوا لي في الاخر في الكونت ديالي بلي راهم صيفطوا لي لادريس ولكن ما كتوصلنيش. سولت في لا بوست شفت الفاكتور قلت له لا عطيك السر ها نيميرو التليفون الا وصلت صوني عليا. مهم شي 5 شهور ولا 6 شهور انا كنستنى وما وصلتنيش، وداكشي علاش صافي تواصلت مع زوج ديال خالتي وداكشي صافي، ودرت لادريس ديالهم درت لابواط بوستال ديالهم. نقول لكم جابت شي شهر ونص شهرين صاي وصلتني لادريس مور ما بدلت وصلني عفوا الكود ادسنس مور ما بدلت لادريس. هذه بعدا حاجه الاولى، دائما حاولوا انكم يعني الكود بوست لادريس يكون فيها شي بواط بوستال باش هكا يكون عندها ديريكت فين غادي تمشي، ما تهملش ليكم ولا يهزها شي حد، ولا حيت شحال من مره شي واحد كيلقى بالله هذاك راه ديال لو كود ادسنس وهو ما فاهم والو كيهزها كيقول لك ربما غادي يستافد هو ولا شي حاجه، ولكن غير كيضيع واحد اخر انه ما يستافدش. هذه النقطه الاولى اللي بغيت نشير ليها باش تنتبهوا باش ما يوقعش لكم اللي وقع ليا. مور ما وصلني الكود ادسنس خلاص تما كتبقاو خدامين. ملي كتوصلوا لواحد لا سوم ديال 10 دولار ملي كتوصلوا داك 10 دولار هما كيطلبوا منكم كيصيفطوا لكم عاوتاني واحد ليميل كيقولوا لكم بلا خاصكم تدخلوا لهم لو نيميرو نتاع لو كونط بونكير ديالكم، وكتدخلوا لهم خاص يكون عندكم لو كونط بعدا صافي كتحطوا داك لو كونط كتدخلوا لهم داك النيميرو دو كونط، وكيقولوا لك راه حنا غادي نصيفطوا لك واحد لا سوم دارجون يعني واحد النسبه قليله وصافي ديال الفلوس كيقول لك غادي نحطوها لك في لو كونط، وانتي منين كتوصلك ولا انت منين كتوصلك هذاك داك الفلوس منين كيوصلك في الكونط تما كترجع عاوتاني كتقول لهم بلي انهم وصلوك، وكيقولوا لك شحال ديال الفلوس اللي وصلاتك وانت كترد عليهم. انا كانوا صيفطوا لي 2 دراهم داكشي باش سخاهم الله بجوج دراهم صيفطوها ليا، ومنين دخلتني صافي قلت لي صيفط لهم بالله ان راه شحال دخلت ليا 2 دراهم صافي تما بقيت خدامه على صافي. مره مركزت انا في الدغنيغ مو عجزت على لي فيديو بزاف ما بقيتش كنصور بزاف حيت ما كنلقى لهمش وقت، كنعيا كنجي من الخدمه للدار وليد صغير صافي كنعيا ما كنحطش لي فيديو بزاف، وداكشي علاش تعطلت يعني داكشي. وصافي هنا كتبقاو صافي خدامين كتجمعوا لي دولار. ونصيحه اللي زعما عندهم الوقت وعندهم افكار وعندهم المحتوى اللي غادي يديروا، حاولوا ان ما امكن انكم تبقاو تحطوا كل نهار مثلا كل نهار فيديو، وحاولوا مثلا ما يكونش فيديو ما يكونش قصير
يعني باش يدخلوا لكم باش يكونوا اشهارات بزاف، حاولوا ان الفيديو يكون فيه اكثر من 10 دقائق. علاش؟ ملي كيكون عندكم فيديو فيه اكثر من 10 دقائق فانتوما اللي كتقرروا، يعني كيكون عندكم تقدروا تحطوا شحال ما بغيتوا نتاع الاشهارات في الفيديو، ما كي يعني انتوما اللي كتحطوهم بيديكم. ملي كيكون عندكم فيديو اقل من 10 دقائق فالراسهم هم بحال في اليوتيوب هما راسهم كيحددوا لك، هما كيحطوا لك يعني غالبا كيحطوا لك اشهار ولا زوج، داكشي ما كيحطوا لك. وداك الساعه انت كتقول في لي باراميتر كدير واش بغيتي زعما الاشهار يكون في وسط الفيديو ولا في الاخر ديال الفيديو ولا في البداية ديال الفيديو. هنا ملي كيكونوا عندكم اقل من 10 دقائق، اما ملي كيكون عندكم 10 دقائق الفوق فهنا كيكون زعما كيكون في الساعه كي ماشي في الساعة، كيكون كيمكن لكم تحطوا شحال ما بغيتوا نتاع الاشهارات. ونسيت واحد النقطة ما زدتش ليها زعما ديال 1000 ابوني وديال 4000 ساعة. صراحة انا ما تعطلاتش ليا بزاف باش ما خدانيش بزاف الوقت 1000 ابوني، ديجا دغيا الحمد لله دغيا طلعت لي 1000 ابوني بين صحاباتي ولا فامي بالاول، باش ضروري كلنا كنبداو بصحاباتنا وبلا فامي ديالنا في الساعه، وصلت لي 1000 ابوني و 4000 ساعه. حتى هي صراحه ما تعطلتليش بزاف في الساعه، انا قلت لكم وقع لي المشكل ديال جوجل ادسنس. فندوزو لحاجه اخرى. صافي ملي كتوصلوا هما كيقولوا لك كتوصلي لواحد لاصوم ديال باش يصيفطوا لك يعني الفلوس ديالك كتوصلي لواحد لاصوم ديال 100 دولار. وي هكا يمكن 100 دولار. المهم انا صراحه انا وصلني انا في لاشين دابا راني جامعه يمكن شي قلت لكم شي 98 دولار ولا شي 96 دولار، ولكن لاصوم اللي وصلتني هي بالتدقيق والله ما كذبت عليكم، انا صراحه بغيت نبارطاجيها معكم. هي غادي تجيكم زعما غادي تجيكم ماشي شي حاجه اللي كثيره بالنسبه لشي واحد خدام ولا موظف ولا عنده ملي كيدخل الفلوس غادي تجي شي حاجه ماشي بزاف، ولكن بالنسبه لشي حد ما خدامش وما عندوش مدخول فهي زعما فلوس اللي ممكن انه يستافد بها، ممكن انه يدير بها شي حاجه. فانا وصلتني 839 درهم بالضبط، 839 درهم صراحه ما بيهاش. كما قلت لكم بالنسبه لشي واحد خدام ولا عنده مدخول غادي تبان له انها ماشي شي حاجه كثيره، ولكن بالنسبه لواحد اللي ما خدامش ولا مهم شي سيده عاد جالسه في الدار ولا شي حاجه فهي فلوس ممكن انها تبروفيتي فيها دير بها شي حاجه، فكيبقى ماشي زعما ماشي راه كطلع عليها جبال ولا شي حاجه كتبقى كتصور فيديوهات وكيدخلوك عليها فلوس. انا صراحه النصيحه زعما اللي نبغي نعطي اي وحده ولا اي واحد عنده فكره عنده محتوى باغي يكون عنده مدخول شهري فيدير القناه ديالو ويتوكل على الله، والله يسخر الجميع والله يفرح كل واحد محتاج، سورتو الناس اللي زعما ما عندهمش ولا شي حاجه. فهذه فرصه ولا مناسبه ان الانسان يخدم ما فيها باس. كنشوفوا بزاف نتاع اليوتيوبر واليوتيوبرز تبارك الله فين واصلين غير باليوتيوب، بداو غير باليوتيوب. فاي واحد عنده الفكره يتوكل على الله والله ولي التوفيق. انا قلت لكم انا في الاول صراحه الله دايرها غير فهمت هكا، مهم بانت لي انني ندير لي فيديو في اليوتيوب درتهم والحمد لله. مهم هذا رزق جا من عند الله سبحانه وتعالى، مرحبا به، فما نقولوش لا للرزق ديال الله. فاي واحد كما قلت لكم واخا مثلا قدر القنوات ديال الطبخ تبارك الله راهم خدامين، السيدات اللي كيقولوا جالسين في الديور يديروا قنوات ديال الطبخ يعني يبارطاجيو غير الاكلات اليوميه ديالهم اللي كيديروا. كما كتشوفوا انا كنشوف زعما صراحه القنوات ديال الطبخ كيكونوا عندهم المشاهدات طالعين، اولا مثلا كنشوف عاود بزاف نتاع البنات ولا نتاع الولاد تبارك الله قاريين دي ليسونسي وهادي ومازال ما سهلش الله في الخدمه، يكريو انشين يوتيوب بقاو يديروا فيها لي كور سورتو دابا مع هذا الكونفينمون وهذا، يعني الناس محتاجه انها تقرا. الناس باغيين يقريو وليداتهم يديروا ديكور في اليوتيوب وان شاء الله يتمشاو لهم وان شاء الله يخدموا. وكاين يعني كاين بزاف ديال شي مرات كتشوفوا زعما شي كنشوفوا شي حوايج شي قنوات طالعين كتلقى ما عندهم حتى شي محتوى وطالعين وربي ميسر. الانسان غير يتوكل على الله ويدير يقينه في الله وما يخيب، ربي ما كيخيب حتى شي واحد، والله يسهل عليكم وعلينا يا ربي والله يفرحكم كاملين. اي واحد كيتمنى شي حاجه يا ربي توصلوا ليها
هنا غادي نسالي الفيديو ديالي. كانت شي حاجة، كان شي حد عنده شي سؤال، شي مساعدة، مرحبا، شي استشارة، مرحبا، على الراس والعين. انا نخلي لكم نيمو التليفون ديالي، حيدت منه كما قلت لكم قبل، حيدت منه الواتساب، خليتي لي زابيل. اذا كان شي ابل مهمة، شي بغيت يستشر معايا على شي حاجة، فمرحبا، على الراس والعين. وتهلاو ليا في راسكم، وامسيتكم سعيدة، ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم كلكم مزيانين، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وتهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم.